بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الافاضل اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو ان شاء الله، درس مهم خاص في تقطيع الزجاج. اذا مشاهدينا، كيفية تقطيع الزجاج؟ سواء كنا نقوم باعداد نافذة خاصة بمنزلنا او نقوم بعمل لوحة فنية من الزجاج الملون، ففي هذا الفيديو ان شاء الله احاول تقطيع زجاجة للاطار صورة او الاية القرآنية. اذا مشاهدين الكرام، اي مشروع اخر فان تقطيع الزجاج يعتبر مهارة عملية ليس من الصعب تعلمها عن طريق الادوات المناسبة واليد الثابتة القوية. يقدر اي شخص على تقطيع الزجاج العادي في المنزل. اولا، اعداد منطقة العمل. ستحتاج الى وجود سطح مستوى للقطع عليه، ويفضل ان يكون لينا وناعما حتى لا يخدش الزجاج. نعمل في منطقة يسهل تنظيفها، وبسبب وجود احتمالية لوقوع شظايا الزجاج على الارض. ثانيا، علينا ان نقوم بتنظيف سطح الزجاج في المنطقة التي نرغب في القطع من عندها، اي اتساخ او سيليكا على الزجاج قد تفسد عملية القطع، ونقوم بمسح هذه الاتساخات بعيدا باستخدام قطعة قماش او ورق خاص للزجاج او الجريدة. ثالثا، نستخدم قاطع الزجاج وبعض الزيت الخفيف او الجازوال. قواطع الزجاج تكون بحجم قلم الرصاص، وتستخدم رأسها من الماس او الفولاذ الصلب من اجل تعليم مكان الحز في الزجاج، بحيث يتم قطعها بشكل مستقيم على طول الخط. يمكننا ان نشتري زيت القطع من متجر الزجاج الملون، او ان نستخدم كمية قليلة من الكروسين. رابعا، نقوم بقياس وتحديد المكان الذي نرغب في القطع من عنده. حز القطع يجب ان يمر من حافة الزجاج وصولا لحافة الجهة الاخرى. يمكننا ان نكتب على الزجاج باستخدام قلم تحديد الفيتر، يفضل ان يكون ذلك بحافة مستقيمية. اذا كنا نقطع خطا مستقيما، يمكننا كذلك ان نقوم بالتحديد على ورقة ونضع الزجاج اعلى الورقة. القطع لا يجب ان يكون بالغ الطول، خط الحز الاطول من قدمين تزداد معه نسبة الفشل عن الكسر. تأكد من ان علامات التحديد نترك حوالي 6 بوصات من الزجاج على كل جهة. اذا كنا نقطع قطع اصغر حجما، فقد نحتاج وقتا الى استخدام ادوات خاصة مثل القماشات او المطرقة الخفيفة من اجل كسر الزجاج الذي لا يقدر على الامساك به. وفي موضوع اخر وفي الجهة الاخرى، عمل حز القطع في الزجاج. اولا، نقوم بغمس قاطع الزجاج في الزيت او الجازوال، ثم نمسك به مثل القلم الرصاص. قاطع الزجاج المزيت يصنع خطا حز انعم على الزجاج. تأكد من التركيز والنظر لرأس القاطع، يعني عجلة الحز، والتأكد من أنها تسير في نفس المكان الذي ترغب في قطع الزجاج من عنده. ثانيا، وضع حافة مستقيمة. لنستخدم العصا اليدوي أو مسطرة المكتب العادية. إذا كنا في حاجة إلى شيء سميك بما فيه الكفاية بحيث يسند القاطع بشكل مستقيم وفي نفس الوقت لا يعيق عجلة حز القاطع. ثالثا، نقوم بالضغط على الزجاج وسحب القاطع على طول السطح
مع اللف على عجلة الكعربيد الصغيرة نستمع إلى الصوت الناعم الشبيه بتمزق الحرير، الصوت القوي يعني أننا ندفع القاطع بقوة أكثر من اللازم، أو أننا لم نقم بتزييت القاطع. كلما كان الصوت الناتج عنا أخف، كلما كانت عملية الحز أفضل. إذا كنا نضغط على القاطع أقوى من اللازم، وهو خطأ شائع، فإن القطع الناتج سوف يكون بشكل نزق وغير منتظم. الهدف هو صناعة حز منتظم. إذا كنا نضغط أقوى من اللازم في مكان ما وبخفة في مكان آخر، فالزجاج لن ينكسر بالطريقة المثالية. العيوب بالغة الصغر في الحز سوف تسبب انحراف القطع. رابعا، نقوم بتمرير قاطع الزجاج بسلاسة من جهة لأخرى، لا نقوم بالتحرك للأمام والخلف على الخط. إذا لم تمر على جزء ما في الخط بطريقة صحيحة. خامسا، مراجعة الحز. يجب أن يكون حز القطع بعد أن نقوم بمسح الزيت بعيدا غير ظاهر وبالكاد يمكننا رؤيته. يجب أن يظهر كأنه خدش صغير في الزجاج ليس أكثر، تأكد كذلك من أنه مكتمل من جهة للأخرى. وفي جانب آخر، ثالثا، الكسر والتنعيم. أولا، نمسك الزجاج كأننا نحاول أن نكسر ركاكة بطاطس إلى نصفين بيدينا. ثانيا، نقوم بالضغط البسيط لكي يتم كسر الزجاج من عند خط الحز. لا يجب أن يتحرك المرفقان، فقط نقوم بتطويع معصمينا. المعصم الأيمن سوف يتحرك باتجاه عقارب الساعة، والأيسر سوف يتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة. نخيل الحز الذي صنعناه على أنه نصف عمق الزجاج، وأننا الآن نريد أن تفتح عن طريق استخدام الحز كنقطة الضعف. يتم الأمر بنجاح ما أن نحصل على قطعتين من الزجاج بدلا من القطعة الواحدة التي بدأت بها. عندما ينكسر الزجاج قد يبدأ بمجرى صغير في البداية. إذا انكسر جزء صغير منه في البداية، فنقوم بعمل المزيد من اللوي والضغط على الزجاج حتى يتم الكسر بشكل كامل. إذا مشاهدينا الأفاضل، هذا كل ما كان لدينا لكم، وأشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء ومع فيديو آخر إن شاء الله. دعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا، وشكرا لكم على المتابعة.